مستمرين معاكم مشاهدينا من جديد، وصلنا لفقرة رياضة وصحة، واليوم تحديدا راح نسلط الضوء على نادي متخصص لرياضة الفئة الأغلى على قلوبنا جميعا، ذوي الاحتياجات الخاصة. عشان كذا اليوم اسمحوا لي ارحب بضيوفنا المشرفين اليوم، الكابتن سمير الصيادي، حياك الله مشرفنا، وايضا لاعب في نادي جدة للاحتياجات الخاصة علي العمر، حياك معنا يا علي. الله يبقيك. كيف اموركم؟ طيبين؟ اللهم الحمد لله. اجواء مناسبه عشان الواحد يسوي رياضه صح؟ ممتاز جدا. شويه غبره؟ شويه غبره يعني. يعطيكم العافيه. طيب بدايه خليني اسالكم، او تصدقي لما اسال انت على بدايه التاسيس. طب خلينا نعرف في البدايه، بدايه تاسيس النادي، وكان هو بدايه مركز للمعاقين، متى كانت بدايه التغيير بالضبط، وكيف كانت كابتن سمير؟ أول شيء كان هو مركز المعاقين بجدة، فقبل سنتين تحول إلى نادي، وتعتبر نقلة نوعية، تعتبر تحول لنادي الآن، في صار أكثر تخصصية، في توسع أكثر، المجالات أكثر، في إمكانيات أكبر من أول، الحمد لله. يعني الآن بدأت نتائجها تظهر، الآن يعني عدد اللاعبين بدأ يستقطب بعدد كبير، النادي بدأ يحتوي. من متى؟ من 2000 كم؟ عام 35، اللي هي ما شاء الله. أيه. جميل جدا. 15. طيب بالنسبة لك علي، إيش الـ إيش الـ بداية التأسيس؟ ممكن أنت ما حضرت البداية، بس نعرف كيف التغييرات اللي حصلت، أو إيش اللي صار بالنسبة لك كلاعب؟ بالنسبة لي أنا من 2011 تقريبا. أيوة. الصراحة كان يعني المركز يعاني من نقص في يعني المكافآت وزي كذا، فلما صار نادي اتحول، صار في ميزانيه، صار في فانت صار بالنسبه لك شيء افضل. ايوه بالنسبه لي يعني شيء افضل. ومن ناحيه يعني الاستقرار في النادي وهذا يعني صار افضل، صرت تقدر بتعطي في النادي اكثر، لما صار في راحه، صار فاسيلتيز. ايوه صار في مدربين اكثر وانشطه اكثر، ويعني توسع في النادي. جميل جدا. طب جميل كابتن سمير، ايش ابرز الالعاب اللي يتم التدريب عليها في النادي؟ طبعا النادي يعتبر يقسم اول شيء اعاقات، وكل اعاقه تهتم فيها العاب متخصصه. مثال يعني الحركيه تعتمد على مثلا كرة السلة بالعربية، كراسي متحركة. الذهنية، الإعاقة الذهنية لعبتها الأساسية كرة القدم، المكفوفين لعبتهم الأساسية كرة الهدف اللي هي كرة الجرس. بعد كده في ألعاب تجمعهم جميع الفئات هذه، كألعاب القوة، ألعاب الجري والرمي ورفع الأثقال والسباحة، هذه تجتمع فيها جميع الإعاقات. كلها موجودة في المركز. كلها موجودة في النادي الآن، ومدربين موجودين لكل اللعبة. كرة الهدف، كرة الجرس. كرة الجرس. إيش هي هذه؟ هذه كرة خاصة بالإعاقة المكفوفين. عبارة عن مرمى وثلاثة حراس، ويقوم واحد من الفريق المقابل المنافس بالتصويب على المرمى بالجرس، يسمعوا فين اتجاه الكرة ويتوجه على الكرة. وفيها لعبة ممتعة جدا حقيقة. جميلة جميلة جدا. طبعا ما ننسى انه علي لاعب كرة قدم صالات ومحترف كمان. ما شاء الله عليك علي. طيب خليني ارجع لك علي في حكاية اهتمامات النادي في الانشطة اللي بتصير، وخصوصا انت كلاعب في النادي اكيد بتفرق كثير وبتركز في النشاطات الاجتماعية غير النشاط الرياضي، فايش النشاطات اللي بتصير وعرفنا عليها شوية. والله النشاطات الاجتماعية هو ابرز النشاطات الاجتماعية، تأسيس فريق أثر الاجتماعي اللي هو بيتواصل مع دولة احتياجات خاصة، بيدلهم عن النادي، سواء حبوا يشاركوا في النادي أو ما حبوا يشاركوا، هو بيدلهم في النادي، بيجوا يتفرجوا. أيوة. مثلا يتواصل، يوصل بين اللاعبين وبين أسرهم والنادي. أوه حلو حلو. فهذا ابرز وبيخدمكم كثير يعني هذا النشاط الاجتماعي. ايوه جدا جدا، بما انه صله النادي بالبيت فخدمنا كثير. هو اثر مشروع او مؤسسه ولا ايش؟ لا مشروع للنادي. مشروع اجتماعي للنادي ولا مشارك مع النادي؟ للنادي. لا لا، هو الذراع اليمنى للنادي الان، هو يعني فريق جديد للنادي، هذا يعتبر تطوعي. حلو حلو. تطوعي يربط الأسر والمجتمع بالنادي. حلو. أي جميع النواحي يعني. ما شاء الله. طب كابتن سمير، خلينا نتكلم عن أبرز المشاكل أو الصعوبات اللي بتواجهوها في النادي بصفة عامة.
حقيقة إن إحنا عندنا مشكلة وهي يعني تعتبر رياضية، نتكلم رياضيا مشكلة الأكبر بالنسبة لنا. لا ما في منشأة تجمع جميع المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة في المنشأة هذه، يعني المدربين يبذلوا جهود جبارة ويستحقوا الشكر عليها حقيقة. أكيد نوجه لهم تحية، لأنه كل مدرب بيشيل اللعيبة اللي معاه وبيهيئ لهم مكان مناسب يروح يتدرب يصير تمرين فيه ويرجعوا بيوتهم. ما في مكان منشأة وطالبنا فيها ونطالب ونطالب مطالباتنا كثيرة في الموضوع. لسه في نقص تحتاج أشياء ثانية؟ أه؟ لسه إلى الآن في نقص؟ لا ما في منشأة تجمع تقدر تمارس فيها الأنشطة. كلها المبادرات من المدربين ومساعدات إنه تشيل لعيبتك في مكان، في مدرسة، في أي نادي، ملاعب رعاية شباب، ما في لك مكان مقر أنت تقدر إيش تجمع فيه جميع المعاقين. ما في ملعب خاص فيك؟ ما في ملعب خاص فيهم؟ لا خاص ما في. يعني انت تردد حالة ما هذه كلها مبادرات يعني من المدربين ومن المجتمع تعتبر برضه. نعم يعني انت حالة ما تكون نادي يعني لازم يكون عندك مسبح للإعاقات اللي يسمح لهم بالسباحة، السباحة تحديدا، ولازم يكون عندك ملعب للإعاقات اللي يكون يعني تجهيزات معينة، تجهيزات معينة أيوة نعم ما هي موجودة. طيب بما أنك علي يعني شهدت يعني كثير من التغييرات برضو في النادي، وواضح المشاكل بالنسبة لك وجودها من عدمها، خلينا نتكلم عن إنجازات النادي في الصعيد الثاني، وإيش اللي حصل من خلال هذه السنين في مختلف المجالات من إنجازات. والله الإنجازات كثيرة، بطولات مملكة بالنسبة لجميع الألعاب. نأخذ أبرزها. أبرزها اللعبة اللي أنا ألعبها كرة، لازم كرة قدم صالات. أكيد حققنا بطولتين مملكة في أول نسخها ما شاء الله. النسخة الأولى كانت 2012، النسخة الثانية كانت 2014، واخذنا فيها الكاس والمركز الأول بإذن الله. النسخة الجاية وبإذن الله النسخة الجاية يعني أنا ما أتنازل عن النسخة الجاية. وإيش غير في شيء ثاني؟ وفي بالنسبة لكرة السلة بطولة المملكة برضو، كرة السلة عربات بطولة المملكة ما شاء الله. وبالنسبة لكرة الطائرة برضو بطولة المملكة. احنا نسمع كثير حتى انا ولميا زميلتي دائما بنلاقي اخبار عن كثير انجازات من ذوي الاحتياجات الخاصة، حقيقي انجازات لا تعد ولا تحصى من كثرتها طوال العام. فانا قلت اخذ بس اللي تابع لمركزهم ومنشاتكم، يعطيكم العافية. وكابتن سمير كمان البطولات والمنافسة تحتاج تأهيل بطرق مختلفة وكبيرة، نبغى نعرف كيف بتقوموا بدور تأهيل الأعضاء أنكم تجهزوهم عشان المنافسات والبطولات. أول شيء يعني نشكر المدربين أول شيء الموجودين في النادي. طبعا أنت عشان تأهل لاعب لازم يكون عندك مدرب متخصص. أكيد النادي الحمد لله هذه ما هي مشكلة بالنسبة له. المدربين الموجودين في النادي الآن جميعهم متخصصين في كل لعبة الآن، في كل لعبة الآن أصبح لنا مدرب متخصص. هي لا 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 إذا عندك مدرب متمكن توقع إنه اللاعبين حيكونوا بصورة جيدة يعني. وهذا اللي حاصل الآن، بدأت بعض الألعاب تبرز الآن، رفع الأثقال برزت، السباحة الآن برزت لوجود مدربين متخصصين، القدم طبعا الحمد لله، والطائرة برضو منافسة على يعني تعتبر النادي منافسة على جميع بطولات المملكة وجميع الألعاب الحمد لله. هو مشكلتنا إذا كان في منشأة تجمعنا، فهذا أتوقع أنه نادي حينتقل نقلة يعني أفضل نادي في المملكة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. والله إحنا نتمنى دائما يعني دائما هذه المتطلبات لو تكون أوقات صغيرة بالنسبة لناس كثير وكبيرة بالنسبة لنا، نحتاج إن شاء الله تكون موجودة تتوفر بأي طريقة من دعم، من رعاية، من أي حتى طريقة حتى ممكن ما نعرفها وما نذكرها، راح تتم بإذن الله. وأنتوا استمروا أهم شيء في إنجازاتكم. لا أنا أقول يعني خليني بعد إذنك إنه أتمنى يعني رجال الأعمال يسمعونا الآن والمسؤولين يسمعونا، يعني هذا يمثل نادي جدة، وأتمنى حتى من جميع أفراد المجتمع الموجودين صحيح. الآن إذا فيها الناس ذوي احتياجات خاصة نادي جدة مفتوح للجميع. في إدارة تستقبل وهي اللي إيش تبدأ توزع. وفي الأخير الدعم يعني ما حيكون شخصي، الدعم هو حيكون أفراد فمنشئة، فهم حيرفعوا رأس البلد بإنجازاته. نعم بإذن الله أكيد. والبطولات تشهد طبعا. لا لا الحمد لله يعني بطولات مملكة الآن سواء منتخبات أو أندية الآن ما شاء الله تبارك الله، يعني كلها دائما بنسمع كلهم بيسمعوا بس ما هم شايفين فين دول يشتغلوا صحيح. بس إنه يشوفوا النتائج فبالك لو كان العمل واضح للناس وتشوفوا بدعم موجود أكيد إيه. أيوة الحمد لله. يعني أنت أخوي طراد لو تزور النادي أو تجينا يوم من الأيام إن شاء الله
حتشوف شيء يعني من الانجازات والكؤوس والميداليات والهذا اللي ما كنت تتوقع اصلا. هو احنا نحتاج تسليط ضوء بس اكثر على الانجازات اللي بتحصل. عموما احنا سعيدين بوجودكم، شرفتونا في هذه الفقره حقيقي، للفئه الاغلى على قلوبنا، فئه ذوي الاحتياجات الخاصه، لاعبنا الممتاز علي العمري لاعب في نادي جده الاحتياجات الخاصه، وايضا الحقيقه المدرب سمير الصيادي، يعطيك العافيه. لو تسمح لي دقيقه، انا بما اني العب في نادي جده وامثل نادي جده، هذا شرف كبير. انت تمثل دحين، انت متخيل المسؤوليه، انت تمثل جده بمنشاتها، يعني جده بكاملها، يعني انت لما تلعب تحس بالثقل، صح؟ تتخيل، انت متخيل المسؤوليه اللي يعني انت لما تكون في الملعب انت ما تفكر تلعب بس، تفكر كيف تسعد الناس اللي وراك. صحيح. وانتو قد الناس اللي تفرجوا طبعا، ها انتو قدها ان شاء الله، قدها وقدود ان شاء الله. انجازات الجاي ان شاء الله حنكون معاكم سعيدين بوجودكم اليوم. شكرا لوجودكم، شرفتوني، يعطيكم العافيه. شكرا لك. مشاهدينا مكملين بفقراتنا اخبار ومنوعات بعد الفاصل.